سلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. ورجعت لكم بهذا الفيديو هذه ديال المشتريات اللي كنت خديت اخر مره من علي اكسبريس، وقلت نشارككم معكم، ربما يعجبوكم وتبغيو تاخذوا منهم. المهم كيف ما كتشوفوا صراحه اللي ما زوينش في علي اكسبريس، واخا كتعملوا لا كوموند اللي هي كتكون كوموند واحده، ولكن فاش كيوصلوكم الحويجات للدار ما كيوصلكمش الكوموند كامل. تقدروا مثلا تعملوا 5 ديال البياسات تطلبوهم، يقدروا يوصل لكم جوج ولا ثلاثة، وجوج آخرين يتعطلوا، يقدروا يصيفطوا لكم بعد المرة غير بياسة واحدة، يمكن على حساب، يمكن عندهم شي بلاصة اللي هي في مدريد ولا شي حاجة اللي كتكون قريبة كيصيفطوها لك، وشي حاجة أخرى اللي كيصيفطوها من تشينا ولا ما عرفتي كتوصل شويش معطلة. مهمة علينا، كنت عملت هاد الكوموند ديال التيشورتات كانوا عجبوني، والثمن ديالهم جد 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 مناسب صراحة، زويونين تبدلوا بهم هكايا في الصيف. المهم خديتهم، وتقريبا 10 ايام كانت وصلتني هاد لا كوموند، وصلتني على جوج المرات، وصلوني هاد لا فيديو الاولاني اللي ولا هاد الكوموند الاولاني اللي انا كنوريكم، ومن بعد عاد وصلتني لا كوموند ثانيه اللي كانت فيها البيجاما. المهم انا بغيت نشارككم معكم وتشوفوهم. كاين شي حويجات من هاد لا كوموند هادي انا راه لبستهم، خليت لكم تصاور في الاخر باش تشوفوهم كيفاش كيجيو، وشي لاخر راه باقي ما لبستهمش. صافي هادشي اللي كاين. وبالضبط لا كوموند الثانيه فاش كانت غادي توصلني، كنت خرجت شفت واحد الكولي ديال النقره زوين وكان عجبني بزاف، وخرجت من موراه باش ناخذ نشريه. وفاش شريته انا جايه منين وصلت للباب ديال العماره، تلاقيت مع مولات الكوريوس ولا السيده اللي كتخدم في البوسطه، كانت جايبه ليا لا كوموند وخديتها، وبغيت نصورها باش نكمل لكم الكماله ديال لا فيديو، وفي نفس الوقت شاركت معكم هذاك الكولي اللي خديته. نتمنى تشوفوه وتقولوا لي رايكم واش عجبكم ولا لا. انا صراحه عجبني، في هذا الصيف كنبغيو نديرو سنيسلات، داكشي يكون زويون هكايا في العنق، وخديته. المهم نخليكم على فيديو تشوفوا، نتمنى يعجبكم هاد الحويجات هادو، واذا بغيتوا تاخذوهم ما تردوا، الصراحه الكاليتي ديالهم زوينه وثمن جد 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 مناسب. فرجه ممتعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.